إن الحمد لله، الحمد لله مدبر الملك والملكوت، المنفرد بالعزة والجبروت، الحي القيوم الذي لا يموت، من توكل عليه كفى، ومن التجأ إليه آواه، ومن سأله ورجاه أعطاه، لا يكشف الدر سواه، ولا يمنه الخير إلا إياه. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود مقدر إلا هو؟ الشمس والقمر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت صخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أنه من أعظم معالم التوحيد وشروطه ومقتضياته التوكل على الحي الذي لا يموت، والثقة به والاعتماد عليه، وتفويض الأمر إليه، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتوحيده، وحسن الظن به، وتقديره حق قدره، يوجب حسن التوكل عليه، وتفويض الأمر إليه. كيف لا يتوكل عليه وبيده كل شيء، وهو المدبر المتصرف في كل شيء، الذي لا يفوته أي شيء، ولا يؤجزه شيء، لأنه القادر على كل شيء. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالتوكل عليه مقرونا مع توحيده وعبادته. قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى بذنوبه، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وحكى الله سبحانه وتعالى قول الأنبياء لقومهم، حيث قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وكفى المتوكلين شرفاً وأماناً أن الله حسيبهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن كان الله حسبه فهو آمن من كل المخاوف، حاصل على كل المطالب. وكفاهم شرفاً أن الله حبيبهم، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، ومن كان الله يحبه فقد فاز فوزا عظيما. لأن الحبيب لا يحذب حبيبا، ولا يخذل حبيبا، ولا يبعد حبيبا. فمن كان حبيبه رحيما وقويا وعزيزا وقادرا، فلا بد أن يكون محفوظا ومنعما وآمنا ومكفيا. يا رب، عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما، مستمسكا بعراك،
ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جا سوى من جاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه رافعي لواء الدين وعلى سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ورابط وبذل في كل وقت وحين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الراحة والأمان وعدم الخوف والقلق على المستقبل وعدم اليأس والقنوط من الفرج. فمهما تفاقمت الأزمات واشتدت الملمات فإن المتوكلين على الله لا يقنطون ولا ييأسون، لأنهم يعرفون أن لهم ربا رحيما قويا وغريب، مجيب الدعوات، مفرج الكربات. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الخير، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بساحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد الأسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. والمتوكلون على الله لا يطلبون الرزق من أحد كما لا يطلبونه في معصية الله، لأنهم يعرفون أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويعلمون قول الله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. والمتوكلون على الله لا يذلون أنفسهم لأحد غير الله، ولا يخافون أحدا إلا الله، لأنهم يعرفون قول الله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. والمتوكلون على الله لا يفزعون إلى أحد إلا الله، لأنهم يعرفون قول الله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل علينا الأمن والأمان، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله من أقول ياك الله سبحانه وتعالى da ya tara mu a wannan juma'a mai albarka don gudanar da wannan ibada mai girma ta sallar juma'a. Kamar yadda aka saba,
mun faro hudubobi game da gyaran zuciya da tsarkake zuciya. To kamar yadda malamai suke cewa daman sai an yi wanka sannan ake kwalliya, sai an wanke dattin zuciya sannan kuma za a fara yi ma zuciya kwalliya. An yi magana akan wasu cututtuka da datti da ya zama wajibi mu wanke zukatanmu game da su. Sannan kuma yau muna magana kan wata ibada mai girma da ya zama wajibi mu mazuciyarmu kwalliya da ita. Wannan ibada ita ce ibadar at-tawakkul, dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lallai dogaro ga Allah yana da alaka da tauhidi. Lallai tauhidin mutum baya cika sai ya dogara, ya zama yana dogaro ga Allah. Lallai mutum bai zama mai tauhidi sai ya maida al'amuransa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya yi watsi da ƙarfinsa da kuma ƙarfin mutane, in ma akwai ɗin ballantana babu, ya dogara da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ko shakka babu sanin Allah da sanin sunayensa da siffofinsa shi yake ba bawa dama ya dogara ga Allah, don Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya fi kowa ƙarfi, komai yana hannunsa, shi ne mai iko akan komai, bine shi ne mai iko akan kowa, babu abin da yake gagararsa. So duk wanda ya san Allah akan haka, to ba wanda zai dogara da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa hatta annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi siffanta su da cewa masu dogaro ga Allah ne. Duk lokacin da al'amura suka musu ainihin yawa, mutane suka musu ca, sai su ce wa malana Allah na tawakkal ala Allah wa qad hadana subulana ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هكا آيوي دا ما سنزو عند الله سبحانه وتعالى يكي سا يكي باء النبن سا للاشي كما يكي كرشي توا يدو قردشي. آيوي سنا ديوا يكي وتوكل على الحي الذي لا يموت كدو قرأ قرأيين لبا يموتوا. وانا آير كوي تا إساتة سامتين يواصل دكوا يركي الله دمدون نزاك ركي. To fa bai da wayannan siffofin guda biyu. Al-hayyu alladhi la yamut. Allah shine kawai rayayyen da ba da bai mutuwa. Duk wanda ka rike to akwai wanda zaka neme shi ka rasa. Ko da ma yana da ƙarfin. Akwai wanda za a ce bai da lafiya, akwai wanda za a ce ya mutu. So sai kuma ka kamawa. Sai aka ce ka rike rayayyen da ba ya mutuwa. Shine Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ce wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ka dogara ga Allah in dai wakili kake nema. A tambaye ka kai waye tsaya maka, to in dai kana neman wanda zai tsaya maka kuma gamsasshiyar tsayawa, to Allah ya isa. Allah ya isa ya tsaya wa mutum. Isa a koda yaushe mutum ya daina jin cewa ai ni gatana shine wani, gatana shine wani. Ka dinga jin cewa gatanka shine Allah. Ya ishe masu tawakkuli falala, Allah subhanahu wataala shi ya faɗa da kansa ya yace wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Duk wanda ya dogara ga Allah, to Allah ya ce ya isa masa. A duk duniya, wallahi ba mutumin da ya isa ya ce ya isa ya ma komai. Ya ce ma duk abin da ya same ka na isan maka, ka kira ni a waya ba komai, ga lamba wayata. Akwai abin da in ka kira shi, wallahi bai isa ya komai ba. Ko da tsakaninka da mutane, ballantana hukuncin Allah ya sauko. Ya ce ga ni nan ban da lafiya. Ka ce ka isa ka tsaya min ina neman lafiya ne. Ba zai yi baka lafiya ba. Bana tunanin da aka ce yau zaka bar duniya, in duk duniyar nan sun tsaya maka wallahi sai ka bar duniya. To Allah ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasb. Allah ya isa masa. Allah ya ce alaysa Allahu bikafin 'abda, wai yanzu shin Allah bai isa ya tsaya ma bawansa bane. Wa yukhawifunaka bil ladina min duni, har su dinga baka tsoron ka ji tsoron wasu wanda ba Allah ba, shin Allah bai isa ba? Allah ya isa. Isa ma ne suka ce tunda ake ba a taba samun wani ya dogara da Allah ba, Allah ya kyale shi a lokacin da ke neman taimakon Allah ba a taɓa samu ba. Amma a rayuwarmu ta mutane mun sha ganin ka sakankance ka miƙa wuya cewa ba komai, wane ya tsaya maka, amma in buƙatuwa ta sai ka nemi wannan ka rasa. Wannan ya sha mai maituwa, ko kuma ya zo ce wallahi shi ma abin ya fi ƙarfin shi, ai bai san abin haka yake ba. To shi Allah ba abin da ya fi ƙarfin Allah. Isa ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Duk wanda Allah ya tsaya masa, to lallai yana cikin aminci. Lallai duk abin da yake nema insha Allah zai samu. Kuma ya ishi masu tawakkuli falala, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana son su. Ya ce fa iza azamta
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا كرجع كي هم ذاك أبو كي نير يمنا أبو تو كدوغرك الله دوم الله ينا سما سدو غرو غريش وانا اير كوي تا ايشيمو مكاره مكلكلي وامرقي الله سبحانه وتعالى شي كدي دوم الله تي ينا سما سو توكل ان كو اكا تي الله ينا سانك بزاك شا وهلا دوم مسوي بايا مسويين شي عذاب مسويين بايا ميدا مسويين شي تان نيسا تين لازم يا بكاتشي شي ينا نيسا مسويين بايا يربد مسويين سا kullun in masoyin shi ya nemi taimako to yakan kawo mai agaji cikin gaggawa to Allah ya ce yana son masu dogaro gare shi wanda zuciyarsu bata dan fara da kowa ba sai Allah zuciyarsu bata dogara da kowa ba sai Allah Allah ya ce yana son irin wannan bayin nasa ka san Allah ko mai alƙawari ne ba yanda za a ce ka dogara da shi ya ce duk abin da kake nema ka roke ni zan tsaya maka sannan kuma ka zo ka tsaye ka zo kana nema din kuma mai manta da kai Allah baya haka mutum mai mutunci ma baya haka balanta na Allah da ya halicci kowa saboda haka Allah yana son masu dogaro da shi ko a nan duniya zaka ga ko yara ka gani kaga wani yana jin daɗi a zahiri wani kuma yana son wahala da ka tambaya zaka ga dalilin wannan babban masoyin shi yana da dama babban masoyin shi ne mahaifin shi ko mahaifin shi yana da kuɗi shi yasa bai jin daɗi bai shan wahala to masoyi mafi girma da in ya so ka ba zaka sha wahala ba shine Allah fiye da mahaifinka fiye da mahaifiyarka yasa masu dogaro ga Allah ba su neman arziki a gurin kowa sai gurin Allah kuma ba sa neman arziki ta hanyar saba ma Allah domin sun san fadin Allah wa fabtagu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru la in za ku nemi arziki a wajen Allah amma ku bauta masa ku gode masa a can da yace alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah bai isa bawansa bane sai wani malami ibnu qayyim yake cewa anan ya kamata mu lura bawa Allah yake Allah ya isa ya tsaya ma bawansa amma in ka zama bawan nasa sai yake cewa idan ka zama bawan Allah to zaka samu kariya da kulawa cikakkiya in ka zama cikakken bawan Allah al'ubudiyatu tamma ma'a kifayati tamma wan naqisa ma'a naqisa in ka zama sukutum kai bawan Allah ne gaba ɗayan ka bawan Allah ne kai to sai Allah ya baka kariya ta gaba ɗaya sai ya tsaya ma tsayawa ta gaba ɗaya amma in ka raba rayuwarka biyu ka zama bawan Allah a wani gurin kuma bawan zuciyarka ko bawan kuɗi ko bawan wasu shugabanni naka ko bawan wasu shehinnai kana bauta ma Allah kuma ka zama bawan cikinka ko bawan kaza to ba za ka samu kifaya ta amma ba ba ka samu kulawa cikakkiya daga Allah ba tunda gutsurowa kai ka bayar shi ma sai ya gutsuro ya baka duk da shi zai iya bayarwa gaba ɗaya amma aka ce Allah yana ajiye bawa ne ga inda Allah ga inda bawan ya aje Allah yani in kana so ku san matsayinka a wajen Allah to tambaye kanka ya matsayin Allah a gurinka yanda ka aje Allah haka Allah yake aje ka in ka dauka baka da kowa sai Allah to sai Allah ya tsaya ma gaba daya tunda ya san baka da kowa sai shi din to sai ya shige al'amurka gaba daya idan kuma kana ga kana da wani kana da wani kana da wani kana da wani sannan kana da Allah to Allah sai ya ce to shi ma ga dan abin da zai baka sauranka ne ma gurin su wani in ka zama bawan Allah gaba daya shi sai ya tsaya ma gaba daya yasa masu dogaro Allah daga Allah ba sa kaskantar da kansu a gurin wani kuma ba sa tsoron kowa sai Allah domin sun san fadin Allah a lokacin da yake ba mu labarin sahabban manzon Allah alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mutane suka ce musu mutane fa sun muku taron dangi ku ji tsoron su fazadahum imana sai akan yi kara musu imani suka ce hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu Allah zai tsaya mana kuma madalla da wakili ya zama Allah masu ainihin dogaro ga Allah idan abu ya fado musu ba sa zabura wajen mutane la yafza'una ila ahadin illa Allah in suka zabura wa za mu kira ba sa kwankwasa kofar kowa sai sun kwankwasa kofa ta sama sai sun kira Allah domin sun san fadin Allah wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ka dogara ga Allah Allah ya isa ya zama wakili so duka ƴan uwa wannan matsala ta tawakkali da dogaro ga Allah ibada ce mai girma kuma ita ce kawo nutsuwa da kwanciyar hankali da rashin ɗebe tsammani duk yanda abu yayi zafi duk yanda tsanani ya tsanani matukar ka dogara da mai ƙarfin da ba abin da gagare shi to kai dariya kwanan zaka samu mafita ana cewa dogaro ga mai ƙarfi ƙarfi ne dogaro ga mai rauni rauni ne duk lokacin da ga dogara da mutane
to lalle fa ka dogara da masu rauni zaka gudu su ma su gudu ka ce wayyo su ma su ce wayyo ka ce ba za ka iya ba ku su taimaka su ce su ma ba za su iya ba amma ka dogara ga Allah ba abinda Allah bai iya ba duk sanda yanda abu yayi tsanani duk yanda kake ganin kofofi duk sun kulle to inna Allah latif inna rabbi latif lima yasha Allah in yana son abu ya faru yana da hanyoyi fiye da biliyan da zai gudanar da su in wannan kofar ta rufe to Allah yana da kofofi masu yawa amma mutum ne yake da kofa 1 2 3 in aka rufe su ba abin da zai iya sarka yan wa mu dogara ga Allah fatawakkal ala Allah innaka ala alhaqqil mubin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake yau fada mai cewa ya dogara ga Allah ya dogara ga Allah abin da ake so dai fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta mai ka dogara da shi abin da yasa kai ka bauta mai in ka bauta mai dogara da shi duk sauran fadan Allah zai ma saboda yan uwa mu dogara ga Allah a cikin kananan ainihin bukatocinmu mu dogara ga Allah cikin manyan bukatocinmu ko gishiri kake nema roƙi Allah haka babu hura yake cewa su ko gishiri suka samu basu da shi to Allah suke roƙa shi Allah baya raina abin da zaka roƙe shi ce a wannan ya dan karami wannan aika tambayewa ne a'a shi Allah ko gishiri ko magin miya ko tsinken sakuce roƙe shi yana bayarwa Allah samu dace Allah ka tsarkake mana zukatanmu اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مراها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون